أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تلك التغطية الإخبارية التي خصصناها لمتابعة تطورات الأوضاع في العراق وأيضا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على العالم، لكن ستكون البداية من العراق. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن التطورات التي جرت في البلاد من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية تشير إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها. وأضاف الكاظمي أن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملا مدانا وخارجا عن السياقات القانونية، داعيا مقتضى الصدر للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية. وأوضح الكاظمي أن تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي وتطلعاته وكذلك مستقبله ووحدة أراضيه. هذا ووجه الكاظمي بتعليق جلسات المجلس حتى إشعار آخر، موضحا أن القرار جاء على خلفية دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر المجلس في القصر الحكومي. هذا وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن فرض حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد، وأوضحت أن الحظر يشمل المركبات والمواطنين، مطالبة الجميع بالالتزام بالتعليمات الأمنية. من جانبها دعت قيادة العمليات المشتركة في العراق المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وأكدت التزامها بأقصى درجات ضبط النفس لمنع التصادم أو إراقة الدماء، مشددة على أن القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية أمن واستقرار البلاد. جددت الرئاسات الثلاث في العراق دعمها لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لمناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة السياسية في البلاد. وخلال اجتماع عقده الرئيس العراقي برهم صالح بحضور رؤساء الوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى، أكد المجتمعون أن الحوار البناء هو الطريق السليم لإنهاء كافة الخلافات الحالية حفاظا على مقدرات البلاد. كما شددت الرئاسات الثلاث في العراق على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية. كانت الأزمة في العراق قد بدأت في 9 يوليو، حينها دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات الراهنة
وتقديم المصلحة العامة. كما شدد الكاظمي على أن العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب تضافر جهود أبنائه والأحزاب والشخصيات الوطنية. أما في 25 من يوليو فقد خرجت دعوات للتظاهر بمحيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، وبعدها بيومين اقتحم محتجون مقر البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء. هذا وخرجت دعوة جديدة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية. وأكد الكاظمي أن الحكومة ملتزمة بواجبها في حفظ الأمن وحماية المؤسسات. ولاقت الدعوة استجابة حيث انسحب المتظاهرون من مبنى البرلمان. وفي 29 من يوليو شهدت العاصمة العراقية بغداد تعزيزات أمنية تحسبا لمظاهرات محتملة، وبالفعل تجددت المظاهرات في المنطقة الخضراء وتم اقتحام مبنى البرلمان. وفي 30 من يوليو أصدر رئيس الوزراء العراقي تعليمات للأمن بحماية المتظاهرين، كما دعا الكاظمي المحتجين إلى الالتزام بالسلمية وعدم التصعيد. وفي الأول من أغسطس الجاري دعا الكاظمي إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف بالعراق. وبالفعل في 17 من الشهر الجاري انعقد مؤتمر القوى السياسية بالعراق الذي أكد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة. أما اليوم فتم عقد اجتماع للرئاسات الثلاث في العراق، وتم تجديد الدعم لدعوة الكاظمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني. إذن مشاهدينا الكرام، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن التطورات التي جرت في البلاد من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية تشير إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها. كما أضاف الكاظمي أن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملا مدانا وخارجا عن السياقات القانونية، داعيا مقتضى الصدر للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية. كما أوضح الكاظمي أن تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي وتطلعاته ومستقبله ووحدة أراضيه. هذا ووجه الكاظمي بتعليق جلسات المجلس حتى إشعار آخر، وموضحا أن القرار جاء على خلفية دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر المجلس في القصر الحكومي. من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن فرض حظر للتجوال شامل في العاصمة بغداد، وأوضحت أن الحظر يشمل المركبات والمواطنين، مطالبة الجميع بالالتزام بالتعليمات الأمنية. من جانبها دعت أيضا قيادة العمليات المشتركة في العراق المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وأكدت التزامها بأقصى درجات ضبط النفس لمنع التصادم أو إراقة الدماء.
مشددة على أن القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية أمن واستقرار البلاد. من جهة أخرى، جددت الرئاسات الثلاث في العراق دعمها لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لمناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة السياسية في البلاد. وخلال اجتماع عقده الرئيس العراقي برهم صالح بحضور رؤساء الوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى، أكد المجتمعون أن الحوار البناء هو الطريق السليم لإنهاء كافة الخلافات الحالية حفاظا على مقدرات البلاد. كما شددت الرئاسات الثلاث في العراق على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية. ومن تطورات الأوضاع في العراق إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتطوراتها الميدانية.
أكد الكرملين أن موسكو منفتحة على التعاون مع وكالة الطاقة الذرية بشأن محطة زاباروجيا النووية. واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف زيارة وفد من الوكالة إلى المحطة النووية أمرا ضروريا داعيا لممارسة أقصى الضغط على كييف للتوقف عن قصف المحطة حتى لا تعرض القارة الأوروبية للخطر. أعرب الممثل الدائم لروسيا لدى وكالة الطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف عن أمله في أن تؤدي زيارة وفد الوكالة الذرية إلى تبديد التكهنات بشأن وضع محطة زاباروجيا وتضع حداً للمخاطر والتحديات التي تواجهها المحطة جراء القصف الأوكراني. وأكد المسؤول الروسي أن موسكو قدمت مساهمة كبيرة في الإعداد لهذه المهمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية كانت تعتزم تنفيذ هجوم على محطة زاباروجيا النووية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وضع الإشعاع لا يزال طبيعيا في المحطة النووية. كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قد أعلن في وقت سابق أن فريقا من خبراء الوكالة في طريقه لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا. وشدد جروسي على ضرورة حماية أمن أوكرانيا وأمن المحطة. وصف وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زاباروجيا النووية بأنها الأصعب في تاريخ الوكالة بسبب المعارك التي تدور على مقربة من الموقع. واتهم كوليبا خلال زيارة إلى ستوكهولم اتهم روسيا بالسعي لإضفاء الشرعية على وجودها العسكري في المحطة. دعت وزيرة خارجية السويد آن ليندي روسيا إلى إعادة محطة زاباروجيا وجميع المنشآت النووية الأوكرانية إلى السلطات في كييف، وذلك لضمان عملها بأمان. كما رحبت وزيرة خارجية السويد بزيارة فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية. طلبت دول مجموعة السبع بضمان دخول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرية تامة إلى محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وأعربت دول المجموعة في بيان مشترك عن قلقها العميق حيال مخاطر حدوث حادث نووي في المحطة التي استهدفت بضربات في الأسابيع الأخيرة. وأكدت دول مجموعة السبع على ضرورة عدم استخدام المحطة النووية للقيام بأنشطة عسكرية أو لتخزين معدات عسكرية. تزداد المخاوف يوما بعد يوم من تسرب إشعاعي هائل من محطة زاباروجيا النووية جراء الضربات الصاروخية والقذائف المدفعية التي تستهدف، حيث تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول استهداف المحطة النووية الأكبر في أوروبا. تبادلت روسيا وأوكرانيا مزاعم بتوجيه ضربات صاروخية وقذائف مدفعية على أو بالقرب من محطة زاباروجيا التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مما زاد المخاوف من أن القتال قد يتسبب في تسرب إشعاعي هائل. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أشار إلى أن القوات الأوكرانية هاجمت المحطة مرتين خلال اليوم الماضي، وأن القذائف سقطت بالقرب من المباني التي يخزن فيها وقود المفاعل والنفايات المشعة. وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هجمات كييف على محطة زاباروجيا بأنها تعد إرهابا نوويا. وأعلنت تمسك روسيا بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة، وحثت على عدم تصديق أقاويل الدول الغربية التي تفيد بأن روسيا كانت بحاجة لإقناعها لكي تقبل تفتيش وكالة الطاقة الذرية للمحطة. في المقابل قال حاكم منطقة دنيبرو بيتروفيسك إن زاباروجيا تعرضت أيضا لنيران روسية، مما ألحق أضرارا بعشرات المباني السكنية والمنازل وإصابة شخصين. وأضاف أن القوات الروسية قصفت ورشة إصلاح لطائرات الهليكوبتر في زاباروجيا تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. من جانبها أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ودولا أخرى ستواصل دعوة روسيا لإنهاء أنشطتها العسكرية قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية وإعادة السيطرة على المحطة إلى أوكرانيا.
وتسيطر القوات الروسية على محطة الطاقة النووية زابيروجيا بعد فترة وجيزة من بدء الحرب، واستولت على أراض مجاورة على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. قالت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون إن بلادها ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بما يعادل 46 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي المساعدات العسكرية المقدمة من السويد لكييف إلى مليار كرونة سويدية. غادرت ثلاث سفن محملة بالحبوب للموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق الحبوب المبرم بين كييف وموسكو برعاية الأمم المتحدة في يوليو الماضي، وبذلك يرتفع إجمالي شحنات الحبوب الأوكرانية منذ مطلع أغسطس الجاري إلى 1,043,286 طنا، حيث قامت بنقلها أكثر من 100 سفينة. أعلنت الهيئة الدولية للصليب الأحمر أن مديرها العام روبرت مارديني سيزور أوكرانيا خلال الأسبوع الجاري لمشاركة الهيئة في النشاطات الإغاثية في كييف. أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها لا تعتبر فرض حظر على إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس قرارا معقولا، وقال المتحدث باسم الوزارة إنه من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية لا يعد الحظر العام على إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس شيئا تعتبره معقولا في شكله الحالي، مشيرا إلى ضرورة البحث عن قرارات مقبولة للجميع. استبعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن يؤيد وزراء خارجية التكتل الأوروبي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع بالإجماع حظر التأشيرات على جميع الروس. حالة من الانقسام تسود الاتحاد الأوروبي حول حظر التأشيرات على جميع الروس في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل استبعد أن يؤيد بالإجماع وزراء خارجية التكتل الذين سيجتمعون هذا الأسبوع حظر التأشيرات على المواطنين الروس. وعبر بوريل عن اعتقاده بأن قطع العلاقة مع المدنيين الروس لن يجدي نفعاً، مبيناً أن هذه الفكرة لن تلقى الإجماع المطلوب، وأشار إلى ضرورة التركيز على منع التأشيرات عن المحيطين بالسلطات الروسية وليس جميع المواطنين الروس. جاء ذلك بعد عزم الحكومة التشيكية التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اقتراح تعليق اتفاقية تيسير التأشيرات بالكامل بين دول الاتحاد وروسيا وبيلاروسيا، لكن هذه الخطوة لم ترقى إلى مستوى الحظر المفروض على السياح الذي دعت إليه الدول الأعضاء مثل إستونيا، والتي ستسمح للروس والبيلاروسيين بمواصلة التقدم بطلب للدخول قصير الأجل، لكنها ستزيد أوقات التعامل مع التأشيرات وستتطلب المزيد من الوثائق وترفع التكاليف إلى 80 يورو. ويتوقع المسؤولون نقاشا حادا في براغ حول نطاق القيود، إذ يحتمل أن تتراجع ألمانيا والنمسا ودول جنوب الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على السياحة عن فكرة فرض القيود. وفي ظل توقف الرحلات الجوية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، شهدت منطقة شمال شرق الاتحاد الأوروبي عبور مسافرين روس برا إلى فنلندا وإستونيا ولاتفيا، ودخل كثير منهم بتأشيرات صادرة عن أعضاء آخرين في التكتل. وتدرس حكومة البلطيق كيفية منع دخول المواطنين الروس المسافرين بتلك التأشيرات، كما دعت السلطات في التشيك والدنمارك وبولندا إلى فرض قيود أكثر صرامة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عدداً من القيود منذ فبراير الماضي، بما في ذلك تعليق جزئي لاتفاقيات تسهيل التأشيرات للمسؤولين الروس. مشاهدينا الكرام، ورد إلينا هذا الخبر العاجل، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة التعاون الدولي في حشد التمويلات الائتمانية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ. وقد عرضت الدكتورة رانيا المشاط مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، والتي تعرف باسم NWFE، وتعتبر برنامجا وطنيا ومنهجيا إقليميا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعدادا لقمة القمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي المقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتضمن عددا من المحاور الرئيسية أهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، فضلا عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية. كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج نوفي بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر، تمهيدا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلا عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر. كما عرضت وزيرة التعاون الدولي ما قامت به وزارة التعاون الدولي من إعداد دليل شرم أو من إعداد لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يهدف بالأساس لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الصانعين في قضايا المناخ، خاصة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار. وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي، كذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ والمتمثلة بشكل أساسي في تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع، وذلك في إطار منهج التحول الأخضر وفقا لاستراتيجيات مصر الوطنية ذات الصلة. وبالعودة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتحديدا أزمة الطاقة، европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply.
قالت وزارة الطاقة الفرنسية أن المحادثات جارية بين شركة الغاز الفرنسية العملاقة ENG وسوناتراك الجزائرية بهدف زيادة محتملة لواردات الغاز إلى فرنسا. وأضافت الوزارة في بيان لها أن المحادثات جزء من استراتيجية الحكومة لتنويع واردات الغاز منذ عدة أشهر. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، لكنها متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة شهرية على التوالي وسط مخاوف بشأن المخاطر المتعلقة بشح الإمدادات وتباطؤ النمو العالمي مع استمرار البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% إلى $99.81 للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.87% عند مستوى $93.87 للبرميل. تجاوزت أسعار عقود الكهرباء في ألمانيا العام المقبل مستوى 1000 يورو، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق مع تصاعد أزمة الطاقة في المنطقة. يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا وفرنسا خلال تعاملات الجمعة الماضي بأكثر من 25% مع تشديد روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي وتراجع توليد الطاقة النووية في فرنسا. نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن جمعية المتاجر الصغيرة البريطانية قولهم إن آلاف المتاجر ستضطر إلى الإغلاق بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ما لم تتدخل الحكومة بدعم طارئ بنحو 575 مليون جنيه. وأكدت الجمعية البريطانية أنه بدون دعم مالي سيتم طرد أعضائها من العمل، مضيفة أن القرى والأحياء والشوارع الرئيسية ستفتقد متاجرها الصغيرة. أفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن إعلان شركة الطاقة الروسية غاز بروم بتعليق خط أنابيب نورد ستريم 1 أثار مخاوف أوروبا من أن الكرملين قد يطيل مد الإغلاق. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي لنفاد احتياطيات الغاز الأوروبي حتى نهاية العام الجاري. ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء قولهم إن دول الاتحاد الأوروبي في حالة فوضى لأن موسكو قد تواجه ضربة قاضية في حرب الطاقة، مؤكدين أنه لا يوجد لدى الاتحاد حتى الآن مصادر بديلة عن الغاز الروسي لتجنب هذا السيناريو. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن المستثمرين توقعاتهم أن قيمة اليورو ستنخفض إلى أدنى مستوى له منذ أن اجتاح وباء كورونا أوروبا منذ أكثر من عامين، موضحة أن الخطر يزيد من أن أسعار الطاقة القياسية ستدفع المنطقة إلى الركود. وأضافت الصحيفة البريطانية أن اليورو انخفض لأدنى مستوى منذ 20 عاما الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسعار الجملة للغاز والكهرباء في أوروبا ليسجل أرقاما غير مسبوقة وسط مخاوف من أن تخنق روسيا إمداداتها الحيوية من الطاقة. قال وزير المناخ والطاقة والمرافق العامة الدنماركي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهود لتسهيل أسلوب الموافقات على المهام المتعلقة بالطاقة المتجددة للحد من استخدام الوقود الأحفوري الروسي. وحسبما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز فإن تكاليف البنزين الأوروبي ارتفعت بحوالي 12 مرة خلال 12 شهرا الأخيرة، مدفوعة بتخفيضات حادة في إمدادات البنزين من روسيا ردا على مساعدة الاتحاد الأوروبي لكييف. قد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على البحث عن طرق لتصنيع الطاقة المتجددة. ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ييروم باول إلى أن معدلات الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد، حيث صعد مؤشر الدولار إلى قيمة جديدة لم يكن قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48. وترك ذلك العملات الأوروبية في حالة ركود حتى على الرغم من التصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي
والتي عززت التوقعات برفع معدل الفائدة في سبتمبر. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2007 مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحت عمليات البيع الأخيرة في السندات المكاسب التي تحققت في يوليو الماضي عندما بدأ المستثمرون في التعامل وفقا لتقديرات تشير إلى أن صانعي السياسة سيبطئون وتيرة التشديد لتجنب دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. تعتزم روسيا استئناف مبيعات السندات المحلية بعد توقف دام لستة أشهر، كما تخطط لإصدار سندات مقومة باليوان الصيني. وذكرت وكالة بلومبرج أن السندات المقومة بالروبل من المحتمل أن تعود إلى السوق في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، كما أشارت إلى أن طرح سندات اليوان سيتم لأول مرة في السوق الروسي خلال العام المقبل. ولفتت الوكالة إلى أن أحجام تداول الروبل الروسي واليوان الصيني زادت بنحو 40 ضعفا منذ بداية العام. أصبح رفع معدلات الفائدة في أوروبا لما فر منه مع اقتراب أزمة طاقة تزداد صعوبة مع دخول موسم الشتاء تنذر بمزيد من الارتفاع في التضخم المتفاقم بالفعل. مع موجة التضخم العاتية التي تضرب دول الاتحاد الأوروبي، أصبح رفع معدلات الفائدة في أوروبا لما فر منه في خضم أزمة طاقة تزداد صعوبة مع دخول موسم الشتاء. العضو بالمجلس الحاكم المركزي الأوروبي مارتينيز كازاك قال إن البنك في حاجة للتحرك بقوة ورفع معدلات الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة الشهر المقبل، ورغم أن هذا منطقي في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 10%، إلا أن وتيرة تخفيف الدعم النقدي يجب أن تكون منظمة. كانت إيزابيل شنيبل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي قد قالت أيضاً إن البنوك المركزية في العالم مهددة بفقدان ثقة الجمهور، ويجب عليها الآن أن تتصرف بقوة لمكافحة التضخم حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود. وفي بريطانيا تحديداً بات مؤكداً أن سقف أسعار الطاقة سيزيد متوسط الفواتير على الأسر بمقدار 80% بحلول شهر أكتوبر المقبل، فيما تشير توقعات إلى أن التكاليف السنوية ستبلغ 7000 جنيه استرليني بحلول شهر إبريل المقبل. واقترب التضخم من رقم في خانة العشرات في الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم، ومن المرجح أن يكون أي انخفاض لمعدلاته بطيئاً، مما يبقي الأسعار أعلى من أهداف البنوك المركزية لسنوات مقبلة. في الوقت نفسه وبينما يتفق معظم الاقتصاديين على أن روسيا تعاني أضراراً حقيقية ستتزايد بمرور الوقت، فإن اقتصادها على الأقل ظاهرياً لا يبدو أنه ينهار بعد، فسرعان ما انعكس الانخفاض الأولي في قيمة الروبل، كما انخفضت الواردات الروسية، وهي صورة اقتصادية بالكاد يمكن وصفها بأنها صحية، لكنها هدأت مخاوف الجمهور بشأن أزمة العملة. تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق، وأكد مكتب الحكومة الياباني ارتفاع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، كما ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية. ذكر محللو جولدمان ساكس أن مخاطر شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية قد انخفضت إلى حوالي النصف بعد توصل الجهات التنظيمية من واشنطن وبكين إلى اتفاق بشأن المراجعة. وقال محللو البنك الأمريكي إن هذه الخطوة تعد إنجازا من الناحية التنظيمية، لكنهم حذروا من أن الكثير من عدم اليقين لا يزال قائما، وأن الأسواق لا تزال تضع سعرا لاحتمالية شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية عند 50%. أفادت وكالة بلومبرج بأن الأسهم الآسيوية تراجعت مع اقتراب المؤشر الإقليمي من أدنى مستوى له في عامين، وذلك بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأنه سيواصل رفع أسعار الفائدة،
ونوهت الوكالة إلى رسالة لمعظم كبار محافظي البنوك المركزية في العالم بشأن الحاجة إلى كبح التضخم، من بينهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي أعلن أن معدلات التضخم تتجه صعودا وستستمر لبعض الوقت. قالت السلطات في مدينة تشانشان بجنوب الصين إنها أغلقت أكبر سوق للإلكترونيات في العالم كإجراء وقائي للحد من انتشار كوفيد-19. ورصد مسؤولو الصحة في منطقة المركز التكنولوجي الضخم الذي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة 9 إصابات وحالتين بدون أعراض تم الكشف عنها عبر اختبارات في اليوم السابق. حددت الصين المعدل المرجعي اليومي لليوان عند مستوى أقوى من المتوقع لليوم الرابع بعد أن تراجعت العملة الخارجية إلى أدنى مستوى لها في عامين على خلفية تجديد البنك الاحتياطي الفيدرالي. وحدد البنك المركزي الصيني القيمة الثابتة ب96 نقطة، وذلك كأقوى من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج بين المحللين والمتداولين، حيث تم تعيين المعدل المرجعي الذي يحد من تحركات اليوان محليا بنسبة 2% على كلا الجانبين، وذلك بمستوى أقوى بعد أن تراجعت العملة الخارجية إلى 6.9 للمرة الأولى منذ عام 2020. انخفضت الأرباح الصناعية في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 1.1% على أساس سنوي لتسجل مستوى 712 مليار دولار، وأرجع المكتب الوطني للإحصاء هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب المحلي واستمرار ارتفاع التكاليف في وقت تواجه فيه الصين أزمة الطاقة الناجمة عن موجات الحر الطويلة في المقاطعات الجنوبية والجهود التي يبذلها الغرب لإعادة تنظيم سلاسل التصنيع والإمداد العالمية وسط تدهور للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. إلى هنا تنتهي هذه التغطية الحية، لكن دوما الأخبار والنشرات والبرامج مستمرة على إكسترا نيوز. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.